يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في قطاع غزة ليخلف وراءه خلال الأشهر الماضية أكثر من 115,000 شهيد ومصاب، هذا إلى جانب آلاف ما زالوا تحت الأنقاض وأكثر من 2 مليون فلسطيني مشردا في الخيام. للشهر الثامن على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في قطاع غزة دون رادع أو وازع يثني عن ارتكاب المجازر والجرائم صباحا ومساء بحق الفلسطينيين العزل، ولم تسلم أي بقعة في القطاع المكلوم من يد التدمير والقتل التي يمدها الاحتلال للفلسطينيين بها ليخلف وراءه خلال تلك الأشهر المنقضية منذ بدء عدوانه الغاشم في 7 أكتوبر الماضي أكثر من 115,000 شهيد ومصاب إلى جانب آلاف ما زالوا تحت الأنقاض وأكثر من 2 مليون فلسطيني مشرد في خيام بينهم آلاف الثكلى والأرامل والأيتام. رسالة واضحة، أنت بتوجه رسالة زي ما أنت شايف، تفضل انظر حولك، كل ما تشتهيه الأنفس من دمار للي عندهم أشهر من القتل والدمار حولت القطاع إلى كومة من الركام، وأبادت آلة المحتل عائلات كاملة وتركت من نجا ما بين شريد يعاني من الجوع أو يعاني من آثار العجز الذي ألحق به جراء الإصابات القاتلة التي منيت بها أجسادهم التي هوجمت بالأسلحة المحرمة دوليا. الكل استشهد هان أبرياء، لا عليهم حاجة ولا إشي، بخبطوا الأبرياء، بخبطوا الناس النايمين، النساء الأطفال، بخبطوش حدا، يعني هم عن جهية شايفين حالهم، عليش شايفين شعب غلبان، يعني إحنا بننام هالحين مش عارفين إيش بيصير فينا، أولادنا كلياتهم مصابين، أهلي، أنا فقدت أمي، فقدت أولاد أختي 2، فقدت بنت أخويا، فقدت بيت أهلي، اخوتي كلهم مصاوب، واختي في قطر لليوم بتعالج لها 7 شهور، هيك شايف هانا مربع كامل خبطوه ولا في حدا فيه ولا شيء، كله نساء واطفال، ما فيش حدا. من لهؤلاء يحميهم، يدفع الظلم عنهم، يأويهم ويطعمهم، قست القلوب عليهم، وباتت ازدواجية العالم ترى الحياة لشعوبهم حقا والموت على الفلسطينيين مكتوبا، إلا أنه رغم كل تلك الويلات التي يتلقاها الفلسطينيون فإنهم ما زالوا صابرين متشبسين بترابهم وبعدالة قضيتهم التي ستنتصر ولو بعد حين.